سلام سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم تكون على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. نهار جديد وفيديو جديد كيف ما ديما بديتو معكم من العشيه. هذه راه الخمسه ديال العشيه، ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الكيكه اللي غزاله منعشه بالحامض والليمون اللي سهله بمكونات اللي بسيطه. بغينا نوجدوها ان شاء الله الغدا الفطور. وغادي ندير معكم واحد الطاجين ديال الحوت اللي ساهل ولذيذ في نفس الوقت، واللي درتها البنات هانتوما معايا. كما كتشوفوا البنات، عندي الحوت جابوا راجلي هاد العشيه هادي، داكشي علاش قلت ندير الطاجين ديال الحوت شحال ما درناه. بغيت غير نقول لكم البنات بان حنا الحوت كنجيبوه كنديروه نيشان فريغو، يعني ما كنغسلوش بالماء بصفه نهائيه، كنخليوه بالماء ديال البحر، حيت الا بقى بالماء ديال البحر كيبقى بالمذاق ديالو، يعني ما كيمشيش من المذاق، كيبقى بحال يلاه جايباه من المرسى. المهم نجمعوا دابا في البلاستيكات ونتلاقاو باش نصاوبوا الطاجين. خلاص انا راني ديجا عجنت الخبز، قلت نعجنو من الاحسن يبقى ليا للصباح، ومن هاني نتعشاو به ونصبح هاريه، يعني ما غاديش ندير شي حاجه اللي كثيره مع الصباح ان شاء الله يا ربي. المهم خليكم معايا. المهم غادي نجمع هاد الشيء في الكاس نطبق. المهم البنات هيا العجينة خمرات، درتها هنايا باش تجيني ساهلة. غادي نخرج واحد الطبيطات صغيورين نديرهم غدا الفطور ان شاء الله. وغندير واحد جوج خبيزات ميمي نوح فوق ما كيشوف العجينه، خاصنا نعطيه حتى هو يعجن معايا. بغي ميمي نوح، ميمي واخ واخا انا نعطيك ميمي واخا نخرج عليك شويه. ها هي ميمي، يا سير ولكن هذا هو
البنات نبداو في تحضير الطاجين كيف ما قلت لكم ديال الحوت. انا صوبت الحوت ها هو عاد نقيتو قديتو. مهمه ضروري الكرافس، انا نسيت ما شريتش الكرافس هاد بالي راه مازالين عندي في الكونجيلاتور ما لقيتهمش. درت خيزو قطعتو على هذا الشكل هذا، غندير هو الاول، غادي نرمي عليه بطاطا على هذا الشكل دوائر بحال هكا، غادي نفرشها في الطاجين هي الاولى هي الثانيه. هكا ساهل ماهر هاد الطاجين هذا كيجي رائع. هكا عندي واحد ثلاثه الوريقات ديال السيناموسا. هكا عندي مطيشه فرشت هي بحال هكا، الزيتون هنا كندير القزبر ومعدنوس كندير الثومه كندير الحامض كنعصر شويه ديال الحامض هكا كندير الزيت كندير شويه هنا وشويه في الطاجين مهم كيف ما قلت لكم درت القزبر ومعدنوس درت الثومه والحامض وشويه الزيت. دابا غنبداو نديرو في التوابل، غندير فلفله حمراء كندير هنا وكندير واحد شويه من هنا في الطاجين واحد شويه ندير الابزار الكمون الحوت كيبغي الكمون شويه الخرق ومعود شويه ديال السكينجبير شويه بطبيعة الحال الملح شويه هنا وشويه هنا صافي. وندير الحار اللي عنده هذا يديرو واللي ما عندوش يدير الحرور اللي كيتبع المويه الزيتون راه كيجي رائع. شويه مطيشه الحوت صافي ونعاود نزيد شويه الزيت بان لي درتو قليل حيت كيبغي الزيت. المهم غنحرك هذا الشيء مزيان بحال هكا هذه هي الطريقه ديالي في الحوت وكيجي غزال ما تشبعوش منه البنات غير جربوا هذه الطريقه. ولكن كيف ما قلت لكم ضروري الكرافس ضروري الحوت كيبغي الكرافس. انا ما عنديش ولكن عندي ما ندير دابا ما بقاش الوقت باش نخرج نجيبه. صافي كنبقى ندير الحوت بحال هكا نرمدو في هذه الشرموله هذه صافي نحطو هنا
حاول ندخل الشرموطه حتى لداخل هكا الحوت صافي، ونديرو فليفله على هكا. ماما الشرموله اللي شاط غنزيدها شويه الماء لنغروي بها. كما كتشوفوا صافي، وغندير الحامض على هكا صافي. هذا هو الطاجين ديالي، غادي نردو يطيب. يطيب على عافية مهيلة البنات. كيف ما كتشوفوا المخمر راه خمر، بديت كنطيب فيه، والخبز حتى هو رديتو للفران راه كيطيب، والطاجين ديالنا حتى هو راه كيطيب. المهم البنات الطاجين ديالي ها هو طاب، شوفوا كي كيجي، كيجي غزال زعما. غير جربوا هاد الطريقه اللي كندير انا ديال الطاجين، وما تنساوش كيف ما قلت لكم الكرافس. وخلاص الخبيز ديالي ها هو حتى هو طاب، المخيمرات اللي درت للفطور، وخلاص جوج خبيزات اللي درت. مهم نتعشاو البنات ونتلاقاو باش نديروا الكيكه ديالنا. مهم البنات كيف ما قلت لكم قبيله، غادي ندير معكم الكيكه اللي ساهله وبمكونات اللي بسيطه. كيف ما قلت لكم ضروري غتكون عندنا في الدار، ماشي شي حاجه اللي كثيره. عندي هنا جوج بيضات، عندي كاس سنيده بكاس الشاي الصغير، المهم داك الكاس الصغير ماشي الكاس الكبير، ماشي كاس العنبه يعني، كاس الشاي اللي كنشربوا به اتاي. كاس سنيده، كاس زيت، كاس الليمون، عندي رشه ديال الملح، عندي قشور حامضه وقشور ليمونه، عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو، عندي عصير حامضه، عندي ندير جوج معالق صغار ديال الكونفيتير ديال المشماش، وعندي جوج كيسان وربع ديال الطحين اللي غربلته جوج مرات. غنبدا كلشي في الخلاط. المهم المرحله الاولى غادي ندير الجبيضات هما الاولين. بسم الله، جوج بيضات، مع سنيده، الزيت، شوية ديال الملح، غندير هادشي يطحن مزيان. من بعد عاد غنزيد الليمون والكونفيتير حتى هو يطحن البنات. بعد ما طحن لينا الزيت والسنيده والبيض مزيان، غادي دابا نزيدوه الليمون وجوج معالق صغار ديال الكونفيتير. وغنوليو نطحنوا المره الثانيه، ومن غادي نطحن ونرجع معكم البنات. هانتوما البنات بعد ما طحن كيولى القوام ديالو صافي. دابا غادي نخويه هنايا باش نزيدو الطحين والخمارات وقشور ديال الحامض والليمون. دابا غنزيدو قشور الحامض والليمون،
كتجي غزاله هاد الكيكه وساهله، ما فيهاش شي حاجه اللي كثيره. دابا غنبداو نضيفو الطحين شويه بشويه. عندي هنا كيف ما قلت لكم قبيله جوج كيسان وربع ديال الطحين، انا راه مغربلاه جوج مرات. صافي نحركو. نزيدو المرة الثانية الطحين هذا، نضيفوه على ثلاثة المرات. شوما نزيد الخمارات هنايا مع الطحين اللي بقى. صافي غنزيدو هاد الشيء اللي بقى كله غنزيدو في طبقة وحدة ونحركو. هانتوما البنات كتجي هي هاديك لابار مضبوط، وهذا كيجي ومعنا المول. دائما كنشدو كندهنو بالزبدة ونرشو الطحين وكندخلو الكونجيلاتور. انا دابا غادي ندير المول المول الطويل، انا غنجيبو دابا هانتوما كيما قلت لكم غندير هاد المول هذا. دابا غندير هاد خليط وغنخليو الربع ديالو باش غنزيدو الكاكاو. نتوما غنزيد الكاكاو معلقه كيف ما قلت لكم كبيره ديال الكاكاو، وغنبدا نحرك مزيان. هانتوما وغنزيد عصير حامضه حامضه وحده. صافي وغادي نضيفو هنا، خلي باش يبان ليكم، غادي نضيفو الوسط بحال هكا. نديرو كلشي ما تخلي حتى شي حاجه.
صافي. وغنجيب واحد الكيردون ونبقاو نديرو بحال هكا خطوط هكا من الفوق. نعاودو نديروهم هانتوما. صافي البنات ندخلوها للفران من طيب نتلاقاو ان شاء الله. خلاص كطيب مده ديال نص ساعه حتى لساعه الا ربع على حسب الفران. انا كطيب ليا نص ساعه دغيا كطيب. هانتوما البنات الكيك ديالي ها هو وجد. شوفوا كي كيجي راه كيجي رطب بزاف هشيش. المهم انا غادي ندهنو من الفوق. غادي ندير له الكونفيتور ديال المشماش واللي بغى يخليه على هذا الشكل هكا يخليه. وهنا غادي ندير الكونفيتور كيجي غزال ومنعش بالحامض والليمون. راكم عارفين الكيك ديال الحامض ولا ديال الليمون راه كيجي لذيذ بزاف وسهل يعني ما فيش حاجه اللي كثيره. جوج بيضات و كيسان ديال يعني الكاس الصغير اللي كان نشربو فيه اتاي. كاس صغير ديال الزيت ديال السنيبة ليمون يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره. نزينو الفيرميسيل ديال الشكلاط. هانتوما البنات كيجي رائع زوين. نحاول نقطع معكم شي طريف باش تشوفوا. هانتوما البنات نتمنى البنات يعجبكم هاد لا فيديو ديال اليوم الروتين ديالي ديال هاد العشيه. ويتلقاكم ان شاء الله هاد لا فيديو في احسن الاحوال واموركم تكون جيده يا ربي. ايوا نخليكم ونتلقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي. بسلامه.